عاملين ايه؟ معاكم جودي؟ معاكم زايدة ومين كان هو تعالى طبعا مستغربين المقدمة الغريبة، مش عايزاكم تستغربوا ولا اي حاجة. عندنا مشكلة ان انا اجمع جودي وجايدة بعد المدرسة. أيوة. جودي بتخرج الساعة واحدة وجايدة بتخرج الساعة 2، على ما جايدة بتخرج الساعة 2 بتكون جودي راحت الدرس بتاعها. مش عارفة لم الاتنين بلبس المدرسة مع بعض، مش عارفة اقفشهم كده الاتنين لابسين لبس المدرسة. المهم النهاردة هنصور لهم روتين يومنا بعد المدرسة، يعني العنوان بتاعنا النهاردة روتين بعد المدرسة. واخيرا جمعنا جودي على جايدة في فيديو رهيب يا فندم. بصوا بقى، هنقول بسم الله. جودي اول حاجه هتعملها هتدخل تغسل وشها، تغير هدومها، تعمل الكعكه بتاعتها. لا مش وقت نظافه، مش بكره العيد، مش بكره العيد، لا 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 لا, لا. انتي تشطيفه سريعه كده اعملي لي شعرك كده تسريحه حلوه. جودي هتتوكل على الله، هتذهب الى الدرس. وجيداء هنصور بقى مع جيداء، واقول لكم جيداء هنعمل معاها ايه. هنقول بقى في الجزء بتاع جيداء، تمام؟ المهم ان انا بعد كده هجمعكم انتوا الاثنين على الغدا. ايوه في فيديو واحد، ما في فيديوهين يا جودي. هجمعكم على الغدا بعد ما انت تخلصي درس وهي تكون جت من المدرسه، الممكن انتوا الاثنين على الغدا ونكمل يومنا. جاهزه يا حاجه؟ جاهزه يا حاجه. ساعه جت اتنين، واحده نزلت راحت الدرس والتانيه رجعت من المدرسه، ومش عارفه اجمعهم الاثنين على بعض. وانا قلت الكلام ده مع جودي بالملي. دلوقتي مطلوب من حضرتك تعملي ايه؟ لا ايدك وشك رجلك، اوكي؟ اعمل لك ساندوتش نونو تقعدي تاكليه، تفكي لي الضفاير دي كده وتلمي لي شعرك، تعملي لي كعكه، ونرجع لهم على الغدا ونكمل معاهم باقي الفيديو. جاهزه؟ يلا بينا. وقت الغدا، وطبعا مش عارفه اقول لهم جايداء كانت بتقول ايه عشان انا تعبت نفسيا من جايده. تعبت نفسيا من جايده. الغدا بتاعنا بيتزا، وعاملين بطاطس، وعاملين فراخ بانيه. كل واحد ياخد حتة وكل واحد يخلص وحدة البيتزا بتاعته ونكمل معهم باقي اليوم. يلا بألف هنا. لا فوقيلي، لا انت كمان فوقيلي. يلا بألف هنا. طيب جه وقت حصة الرسم. ايوه جه وقت حصة الرسم. طبعا انتوا عارفين جايداء قاعدة بتذاكر فين، خلاص كلنا بقينا عارفين مكان جايداء المفضل. طب اتفضلي معانا على السفرة، انت كده مستريحة؟ ما علينا. مطلوب من جودي، مطلوب من جودي ترسم رسمة، فهي تايهة، فأنا مش عايزة ارسمها لها. أنا مش عايزة ايه ارسمها لها، هي سهلة. فاكرة زمان لما كنت بعمل لك فيديوهات رسم مسابقات انت واختك، واقول مين هيرسمها احلى واحدة فيكو؟ قربيها كده. لا وراكي حفظ انجليش، انزلي. بصوا مطلوب منها ترسم زي دي. انا مش عايزه اساعدها جوه كراسه الرسم. ثانيه واحده يا قلبي، انا هحاول اساعدها من بعيد وهي تمشي على الخطوات. قولي بقى كنت هتقولي ايه. الميس قالت النهارده شرحنا أيوة. درس رسم. يعني ايه شرحنا درس رسم؟ يعني كتبنا درس رسم. مش فاهماني؟ مش مستوعبه. بس فهمت، يعني شرح، فهمت زي الورق بتاع المراجعه اللي كنت بتاخديه في المدرسه الاولانيه. بس ده شرح برغي جوه المدرسه بقى. هناك كان بيبقى في المراجعه بس، انما هنا بتاخديه جوه المدرسه، يعني مش هنحتاج مراجعه رسم خالص. يعني الحمد لله. طيب الحمد لله. بصوا بقى احنا هنعمل ايه دلوقتي. جودي هتشتغل في اللي هو الكشكول الكانسون اللي معاها، وانا هشتغل على ورق هنا عادي جدا خالص، تمام؟ انا هرسم لها او همشي معاها خطوة خطوة ترسم الخطوط الاساسية. محتاجين قلم رصاص ما يكونش ليه سن قوي، علشان الكانسون ورق تخين، لو السن غرز قوي في الكانسون هيغلبك بعد كده. بصي يا جودي هيغلبك في المسحة، حتى لو مسحت هيبقى في اثر للقلم. هتمسكي القلم، اهم حاجة ايدك تبقى خفيفة وانتي ماشية. يعني بصي يا جودي هقولك على حاجة مهمة جدا ليكي وليهم. بصي كده الفرق ما بين الخط ده، استني الورقة هتفضل تجري. ها حلو. بصي بقى الخط ده، ارسم بقى اني خط لفوق. ايوة، يبقى بدل ما ارسم كده لا اخف ايدي كده، عشان لا
القلم السنون هيغرز في الورقه قوي. لا 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 قلم سنون لا. بصي بقى كده تعالي نمسح دي. مسحت بسهوله. بصي هتتمسح معاكي في ثانيه ولا كاننا كنا عاملين حاجه. طب تعالي نمسح دي. تعلم امسكي بس الورقه عشان الورقه بتتهز. بصي مهما تمسحي فيها الخط الاثر بتاعها باين. بصي هنا في ثانيه ده هيختفي. طب تعالي نخفي ده ولا 30 ثانيه. الخط باين مرسوم. يبقى انا اعمل ايه؟ اخف ايدي على قد ما اقدر. دي اول خطوه. تمام. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل ايه بقى؟ هنبتدي نشوف الخطوط الاساسيه اللي في الرسمه بتاعتنا. يلا نقسم الرسمه. ماشي. اول حاجه انت لازم تعملي الخط اللي في النص بتاع النهر ده عشان هو ده اللي هيفرق لك الرسمه نصين. تمام. تليفونك بيفصل بيسود كده بسرعه. الشاشه بتفصل بسرعه. تمام. اول حاجه لازم نعملها الخط اللي ايه اللي في النص. طيب هل هو قاسم الصوره نصين بالظبط؟ لا. على فكره انت لو ركزتي قوي قوي هتلاقي تلت وتلتين. اللي تحت اصغر من اللي فوق سنه. يبقى وانا بعمل الخط اللي في النص ده اقسم الورقه بتاعتي تلت وايه وتلتين. تمام. طيب بعد التلت والتلتين هنعمل ايه؟ انا هاخد الخط. هاتي يا جودي. بص حبيب ماما امسكي لي الورقه. انا هاخد امسكي الورقه مش ايوه كده. انا بعنيا هبتدي اشوف التلت والتلتين اهو. انا كده عملت الايه؟ الخط الاساسي. طب ما انا عندي هنا يا ماما في الجزء ده رسم. ايوه انا عارفه ولا في اي مشكله. انت مش هتمسحي الجزء ده دلوقتي خالص. ليه؟ لان انت مطلوب منك في تلتين النص اللي تحت او سوري في تلتين الجزء اللي تحت تعملي ايه؟ اللي هي الدايره دي زي الجزيره دي. في التلتين. يبقى انا ما اقدرش امسح ده دلوقتي عشان انا هقيس دلوقتي بعنيا. في التلتين يعني انا هروح عامله كده كده نظبطها. نرسم بخط خفيف على قد ايه؟ هنقدر. على قد ما نقدر. طيب تمام. عايزه بقى دلوقتي ابتدي ارسم البيت. شوفي هنمسح لحد فين. هنمسح تقريبا الربع اهو. مسحنا الربع. ابتدي بقى ارسمي ايه الخطوط بتاعه البيت بتاعتك. هتلاقي بعد كده البيت بالنسبه لك ايه؟ خلاص هو نفسه. بص انا عملتها في ثانيه اهو. هو نفسه الخطوط بتاعته ظهرت اهو البيت. فاهمه يا قلبي؟ نمشي بقى الرسمه كلها. انت كده اول ما هتخلصي الجزء بتاع البيت والشجره ده نرسم البيت اللي لازق فيه. هنمشي ونعمل كده نكمل رسمه البيت عادي. مطلوب مني اعمل ايه؟ مطلوب مني اعمل شجره. دي سهله جدا. دي مفيش اسهل منها. شوفي بنتي بقى ترسمي الشجره بطريقتك. خلصت. فاضل ايه؟ فاضل قوس قزح والحاجات الخضراء اللي هنا. الحاجات الخضراء اللي هنا اهي. وهنسيب هنا فراغ كده فاضي عشان هنرسم فيه الجسر ده او الكوبري ده. نعمل الناحيه دي ايه؟ الجبل اللي شكله كده. وادي اهو يا ستي الجسر. وادي السور بتاعه. هنرسم هنا بيت. البيت اهو. سهله. قوس قزح بقى نعمل الاول الشجره الغريبه دي اللي عامله كده دي. نعمل بقى قوس قزح. قوس قزح بيبدا منين؟ من الشجره. يلف ينزل فين؟ البيت. مش البيت كله، لحد نص البيت. هو انا زعقت ليه؟ هو انا زعقت ليه؟ اهو نبدا من الشجره وناخد القوس بتاعنا كده ونرسم بقى. هو كام لون؟ 1 2 3 4. هو يعتبر كام لون كده اللي واضحين؟ اهو اهو. وهنا واللي هنا اللون السحابي والمركب. يا سلام. تعرف ترسمي موزه؟ لا. اهو رسمنا موزه وهو عاملها كده بشكل مثلث والراجل قاعد جواها وعامل ايده كده. فالرسمه اترسمت يا جودي. بس ولا مستاهله تعب ولا اي حاجه. ورقه كلك ازاي؟ امال انا قلت لك هاتي لي ورقه صغيره ليه؟ عارفاكي الانسه اللي بتساعد اختها على الغش ترجع تكمل حفظ الكلمات. وانتي امشي على الخطوط اللي انا قلتها لك. ابتدي بالخط الكبير اللي قاسم الصوره نصين. يلا هسيبك بالظبط 10 دقايق ارجع اشوفك عملتي ايه. جو. نص ساعه. طيب نوريهم ايه بقى؟ نوريهم جودي هتعمل ايه. اول حاجه قسمت الورقه تلت وتلتين. مطلوب منك تعملي الايه؟ الدايره دي. ايوه اللي هي دي.
ماشي. هنقسم الجزء اللي تحت برضو تلتين وتلت. ايوه صح، انت المكان ده كويس، المكان ده كويس. ماشي. يلا هنا هتيجي تلف لحد هنا كده. يلا حلوه تمام. ها عايزين نعمل ايه؟ عايزين نرسم البيت. برايك كده هنمسح الخط ده من انهي جزء بالظبط عشان البيت يبقى طالع حلو كده؟ ماشي، تعالي عليا سنه بس امسحي بقى كده الجزء ده عشان هو ده الجزء اللي هنرسم عنده البيت والشجره. بس كده اوكي. عايزين نرسم البيت، انت بتعرفي ترسمي بيت كله بايدك من غير مسطره. يلا خط البيت الاساسي طالع لحد الايه؟ لحد النهر. ايوه كده. ايوه انزلي بقى وابتدي وزني. لا انت كده هتنزلي بعوجه. بصي يا قلبي يلا كملي، فهمتي؟ اهو ده اول خط من خطوط البيت، كملي عشان تعملي التمانية دي. ماشي ماما عندك انها مستر بيه فنان. لا انا عايزاكي تقولي الحته اللي انت قلتيها دي تاني. انا عايزاكي ماما قاعده. لا من اول رجلك نملت، من اول رجلك نملت. اه هاو ماما قاعده على الواحده كده مستر بيه فنان. دي وحشه. بصوا بصوا إيه؟ اولا دي النتيجه اللي احنا عرفنا نطلع بيها، يعني كنافه من يعني بس دي اخر ما توصل اليه العلم، اخر ما توصل اليه العلم بعد تقريبا ساعه الا ربع. بعد ساعة الا ربع طلعت عيني عشان تعمل المنظر الايه اللي انتوا شايفينه ده. هيبقى مطلوب منها مع نفسها كده قدامها نص ساعة تلون الرسمة دي، علشان عندك اخت غلبانة مرمية في الارض بقالها ازيد من نص ساعة لوحدها او ساعة الا ربع، خلصت الانجليش وقاعدة تحفظ جدول الضرب ومستنياني. ممكن تنجزي انجزي. قولي لهم قولي لهم احنا قاعدين بنبتدي نلون في الرسمة. التليفون رن ومطلوب مننا نلبس وننزل قبل التمرين بحوالي نص ساعة. لسه قبل التمرين بنص ساعة، يعني قبل ميعاد التمرين نعدي عليهم الاول. يا ستي قولي يا رب بس الدكتور ده يقول لنا الدنيا فيها ايه، مش التاني اللي قعدنا جنبه شهر. يا رب خير يا رب خير. هنحاول نختصر في الوقت ونخلص تلوين الرسم على قد ما نقدر، ونقوم نلبس نروح الاول للدكتور وبعد كده نروح النادي. يلا نكمل عشان ما نضيعش وقت. جدول سبعة، جايدتي قاعدة لسه بتحفظ في الجداول. راجعي لي على سبعة عشان اتلخبطتي في 12 في سبعة، واتلخبطتي تقريبا في سبعة في سبعة وثمانية في سبعة. ماشي يلا، واحنا نكمل هنا لحد ما يجي ميعاد الدكتور وبعد كده النادي. اقسم بالله ما مصدقة، اقسم بالله ما مصدقة. قبل ما ارفع التليفون هاتيلي الرسمة. بس انا ساعدتها يا جماعة للأمانة بصراحة، يعني ساعدنا بعتشينا. انا ساعدتها على قد ما اقدر. قربي كده الرسمة، قربي الرسمة يا جودي. وسع 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 على قد ما قدرنا. انت عارفة بس احنا عايزين هنا نعمل ايه؟ نضغط شوية على الموف والازرق. انت قلتيلي بس عارفه اقسم بالله اقسم بالله مبسوطه مبسوطه مبسوطه. كل المطلوب من حضرتك اضغطي شويه على الموفي وانا هساعدك اضغط شويه. فين الازرق؟ مش مشكله نضغط بده، نضغط بده. يلا بينا. صدقي واضح. الله شاطر. عايزين نحسب اخدت مننا تايم قد ايه. بقيت 6 3 دقايق. هات كده الموف هعمل بيه حاجه. ايه ده الاذان؟ الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. مخلصين 6:41. احنا بادئين 6 6 و3 دقايق بالظبط، يعني هي كلها كده على بعضها اخذت مننا حوالي ساعه الا ربع. طب نفصل نفصل ونرجع تاني. طيب سريعا بقى نوريهم الشكل النهائي علشان بصوا الوقت سرقنا سرقنا سرقنا. 7:15 واحنا المفروض ننزل 7:30. بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا قولوا لي بقى رايكم. بصوا والله العظيم والله العظيم والله العظيم ان جودي عملت مجهود جامد فيها، يعني جودي يعتبر اشتغلت بنسبه 80% وانا اشتغلت 20%. انا ساعدتها على قد ما اقدر. انت عارفه انت ليه حاسه اول مره؟ علشان اول مره تبقى الرسمه بالصفحه كلها ومطلوبه منك لوحدك، وانا قلت لك مش هساعدك وانا ساعدتك فعلا قليل جدا جدا. يعني انا بس ساعدتها ازاي تدرج اللون، عملنا الاول لبني فاتح وبعد كده نزلنا عليه
باللبن اللي هو الغامق شويه او الازرق. القارب اللي على شكل موزه ده ما كانتش عارفه تظبطه شويه، كنت عاملاها حرف بيه. الشجره غلبتني، صلحتها لها سيكه. ثواني بس، قوس قزح كانت عاملاه على شكل بيضاوي شويه، فانا ايه لفته لها سنه من هنا. بس عارفه النتيجه نفسها والله العظيم وحياه ربنا جميله. جميلة والله، صورة. يلا صورك معاها صورة ولا تزعلي. جميلة، أنا شايفاها والله العظيم جد جميلة. بس للأمانة تقولي للمس إيه؟ ماما أنا وماما. أيوة لا قولي لها ماما ساعدتني شوية، هي بتتابعنا؟ بوسة كبيرة. تقومي تغيري عشان أنا مش عارفة أوريهم أختك دلوقتي. جايداء لبست المايو وبتلبس الهدوم فوق المايو وعمالة تعوم حرة ودولفين في الطرقة. هجيبك والله العظيم، بتقوم حره ودولفين في الطرقه هجيبك. يلا قومي غيري. خلصنا حصه الفنون الجميله الحمد لله. لا هنروح الاول لكليه الطب. أيوة. حصه الصيدله والطب والاسنان. يس. وبعد كده نروح نجيب الصور بتاعتها عشان الاستمارات، وبعد كده نطلع على النادي حصه التربيه الرياضيه السباحه. انا اعمل ايه ده كله؟ انا اللي هعمل ايه ده كله. انا هعمل ايه؟ يلا بينا. مش هنخاف وهنقول يا رب، هنقول ايه؟ طب خايفة من ايه؟ جراحة. ايه؟ جراحة. ان شاء الله بإذن الله نشوف الخطوات اللي هو هيقول عليها، بس مفيش خوف، مفيش ايه؟ قولي يا رب، قولي يا رب. اختك، بصوا احنا عايزين نقول لهم ان جيدتي الشطورة راحت تجيب لنا الصور من هيلتون لحد ما احنا نخلص الكشف الدكتور، صح؟ عشان نختصر في الوقت. يبقى نخاف ليه بقى؟ انا معاكي واختك معاكي وربنا قبل اي شيء معانا، خايفة من ايه؟ متوتره. طب بصي عماله تعمل ايه بايديها؟ لا انا عايزاكي قويه ايا كان اللي الدكتور هيقوله. ماشي. لو قال الجراح الاول هنساله هتاخد تايم قد ايه والتبعيات بتاعتها قد ايه. لو قال بسيطه هتقدر تروح مدرسه، هتقدر تذاكر، هتقدر كده، خلاص نتوكل على الله. لا مش هعمل كده ولا حاجه، ما تخافيش. لا ما تخافيش. يا رب. نقول ايه؟ نقول الحمد لله. نقول تم بحمد الله. عايزه اقول لهم بصوا يوم السبت. هاتي لي الورقه دي على الوش، هاتي لي الورقه دي على الوش. ايوه هاتي 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 كده. بصوا بس مش الاضاءه مش باين حاجه. هاتي يوم السبت هنركب التقويم. طايرين من الفرحه، طايرين من الفرحه، طايرين. خلاص كده يا جماعه يوم السبت. السبت كام؟ استنوا، السبت 15 جودي هتركب التقويم، وهنركب تقويم شفاف، احلى تقويم في الدنيا. ولا تقولي لي بقى ستانلس ولا سيلفر، هتركب حاجه كده تقويم لونه شفاف. هيا بينا. على جميله تمام. يا عيني هيعملوا لك البسين بالطول عشان بيحبوكي. جاهزه يا حاجه للبسين بالطول دي؟ جاهزه. انا جاهزه يا بطه بلدي. انت جاهزه ولا مش جاهزه؟ يا عيني اول ما سمعت بيقول في الميكروفون التغيير الاحبال جالها تخلف. بص استنحي. جينا النادي. الاتنين هينزلوا الميه مع بعض. التمرين النهارده في نفس التايم مع بعضه، هيبقى التمرين بالطول. اللي هعرف اصوره اصوره. جاهزه يا حاجه؟ جاهزه يا حاجه؟ وانت جاهزه يا حاجه؟ وانا جاهزه. يلا بينا. ودي نزلت، بس نزلت هناك خالص، فطبعا مش عارفه اصورها استحاله. اللي هعرف اصورها جايده اهي، وبرده الشمسيه دي هتغلبنا شويه في التصوير. يلا يا جايدتي. يلا يا جايدتي. يلا شاطر اهي، دي جايد شطوره يا قلبي. مش عارفه وقال 300 ترنات تقريبا، حاجه زي كده. نكمل بقى يومنا في النادي وربنا معانا. الجو ابتدى يبقى ساقع شويه في المقاولين. يلا يا جايدتي، هي الشطوره اللي راجعه دي. ربنا يحميك يا حبيبة قلبي، شطورة. بسم الله ما شاء الله يا حبيبتي، ربنا يحميك. يلا عدت الشمسية، عملت ترن وهترجع تاني اهي، يبقى 300. يلا يا قلبي شغالين دريل دولفين اهي، شطورة يا جايدتي. يلا حبيبتي بسم الله ما شاء الله عليكي، حلو حلو. بصي لي بقى، احلى جايداء في الدنيا، مش شايفاني من تحت النضاره اكيد. اخر اليوم،
اخر اليوم انا جبت جاز. يا جماعه اقسم بالله ان انا ابقى ام ده حاجه صعبه قوي، اقسم بالله اقسم بالله. انا بعيد التعليم اللي انا تعلمته خلال 16 سنه، غير ان انا شايله مسؤوليه اتنين، وانا اساسا عايزه اللي يشيل مسؤوليتي. اقسم بالله انا عايزه اللي يشيل مسؤوليتي، اقسم بالله. اخر اليوم خلصنا كل حاجه، جايداء ذاكرت حبه رياضيات جميله جميله، مبسوطه منها. العنبيه وقعت في الزبادي، ما هو الزبادي كده كده في عنب، ومطلوب منها تقعد تراجع على كلمات الانجليش قبل ما تنام. واخر حاجه قلنا نختم بيها العنب، زبادي بالعنب. هو كان كيلو عنب، كان ايه، كان كيلو عنب ده اللي باقي منه، واخدنا حبه حطينا على الزبادي، والباقي قعد يتلقط نونو في نونو في نونو في نونو لحد ما كيلو العنب خالص. مش مشكله، ايوه كده في ايوه. طب نقول لهم الاختراع بتاعنا، مش بتزعلنا عشان ناكل العنب، لا بتزعلنا عشان بنسمع. الحمد لله الحمد لله ان هي طلعت بتفهم. يعني انا ما بزعقلكوش عشان بتاكلوا العنب، انا بزعقلكوا عشان بتعملوا ايه، بتسندي على باب الثلاجه ازاي، بتفتح باب الثلاجه وتسند عليه كده كانها واقفه في محل ملابس. بصوا بقى الاختراع الجميل بتاعنا ده، اكيد انتوا عارفينه، ده زبادي بالفاكهه، زبادي عسل او سكر، وكيس فانيليا بالسكر، وتقطعوا اي فاكهه موجوده عندكم. احنا العنب موجود، قطفناه حطيناه في قلب الزبادي وخلاويص، بيبقى طعمه عسل. يعني بالنسبه لي احلى عشاء خفيف. كان يوم حلو، عدى على خير الحمد لله. هنقول على كل ايام ربنا جميله جميله. كلوا حاجه هيلثي قبل ما تنامي، كلوا حاجه هيلثي قبل ما تنامي، عكوا طول النهار وكلوا البان طول النهار. ايوه هو كلوا البان طول النهار، واخر اليوم اتجهوا للدايت بقى والهيلثي، صح؟ يلا نقول الحمد لله. كان يوم جميل، وشكلنا عايزين ننام. انا خلاص فصلت، انا فصلت فصلت فصلت. قول لهم باي. سبسكرايب، فعلوا جرس الجرس، وصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة. باي باي، تصبحوا على خير.